جرى في هذه الأيام 11 يوما كاملة مرت منذ اختفاء الكاتب السعودي، جرى الكثير في المياه، هناك الكثير من الأنباء، الكثير من المصادر، الكثير من التسريبات في هذه القضية خرجت من الجانب التركي، بينما لم يخرج الجانب السعودي أي رواية غير أنه غادر القنصلية السعودية في ذات اليوم وبعد لحظات من دخوله بحسب ادعائهم، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك عبر صورة كما طلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تتوفر يوميا تسريبات ومصادر جديدة كما أسلفنا مشاهدينا، منذ يومين تقريبا وصل وفد سعودي إلى العاصمة التركية أنقرة بعد تصريح الرئاسة التركية أن هناك لجنة عمل مشتركة بين السلطات السعودية والسلطات التركية للبحث في تداعيات اختفاء جمال خاشقجي وللكشف عن مصيره. وصل هذا الوفد إلى أنقرة لكنه لم يفصح حتى الآن، أو لم تخرج بيانات رسمية تركية حتى الآن تتحدث عن ماهية هذا الوفد وما هي وظيفة هذا الوفد، هل هو وفد دبلوماسي أم هو وفد أمني، بينما قالت مصادر تركية إن هذا الوفد ليس وفدا أمنيا بالشكل المعتاد بل هو وفد دبلوماسي يريد أن يرأب الصدع بين الرواية التركية وبين الرواية السعودية حول جمال خاشقجي. إذن هذا ما لدينا بخصوص وفد أنقرة. أيضا هناك أنباء جديدة لكن نقلا عن صحيفة صباح التي نشرت اليوم تقريرا مطولا على مدار صفحة كاملة ورد فيه حوار مع خطيبة الكاتب السعودي جمال خاشقجي السيدة خديجة جنكيز، تحدثت فيه عن ما حدث في اليوم الأخير قبل دخول جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، ماذا حدث في هذا اليوم. تجيب خديجة جنكيز خلال هذا الحوار أو خلال هذا التقرير عبر صحيفة صباح اليوم. كذلك تحدثت أنه كان من المفترض أن تتزوج هي وخاشقجي هذا اليوم، تتحدث عن يوم أمس في ذكرى ميلاده 60 بصحبة أصدقاء لهم وبصحبة أقارب لهم بحسب الصحيفة التركية بحسب خطيبة السيد جمال خاشقجي. أيضا هناك مصادر تركية تحدثت للجزيرة مباشر أن الأمن التركي يبحث عن صلة وعن علاقة بين القنصلية السعودية في إسطنبول وبين السفارة السعودية في أنقرة، هل جرى هناك اتصالات بينهما بخصوص هذه الحادثة وهذا الاغتيال لجمال خاشقجي بحسب الرواية التركية المعلن عنها حتى الآن في وسائل الإعلام التركية. كذلك أيضا صرح السيد توران كاشلقجي رئيس بيت الإعلام الإعلاميين العرب وكذلك هو صديق مقرب للسيد جمال خاشقجي، صرح وقال في تصريح له لقناة خبر ترك أنه تواصل مع الشركة الأمنية التركية المسؤولة عن القنصلية السعودية في إسطنبول وأنها أكدت أن كاميرات المراقبة لم يكن بها أي أعطال خلال هذا اليوم يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، وأن الكاميرات تستطيع أن تسجل وأنها تستطيع أن تنقل ما يحدث وأنها تحتفظ بنسخة احتياطية، وإذا لم تكن تعمل هذا اليوم فربما قام أحدهم بإيقافها. يتحدث عن الجانب السعودي أو عن الموظفين السعوديين، لكن الكاميرات كاميرات المراقبة بحسب السيد توران قشلقجي كانت تعمل هذا اليوم ولم يتم إيقافها من قبل الشركة كما ادعت السلطات السعودية. طبعا هذا تصريح كما يقوله السيد توران قشلقجي وعلى مسؤوليته. أيضا أشار أنهم يحتفظون بنسخة احتياطية، يتحدث عن السفارة ويتحدث كذلك عن إمكانية هذه الكاميرات، ويأتي هذا تأكيدا لما ذكره الرئيس التركي منذ عدة أيام أن كاميرات المراقبة بداخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول تعمل بشكل كفء وأن هذه القنصلية تمتلك أحدث أجهزة المراقبة الأمنية.